يتبقى نقطة واحدة. الدكتور هنتكلم على موضوع المية، ويمكن الوقت الضيق بتاعه اللي هو بيعرض فيه ما خليناش نتكلم بالموضوع ده باستفاضة. أنا دايما أقول حشد الرأي العام وحشد المجتمع في قضية جد خطيرة جد. أنت لما تيجي تقول مليون مواطن عايزين مليار متر مية يا دكتور، طب كويس قوي. يعني أنت لما تيجي تقول النهاردة في 2040 هتبقى مثلا وصلت العدد بتاعك نقول 150 مليون، يعني 140 150 مليون. طب ال 50 دول بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم فيها محتاجين 50 مليار متر ميه، طب خليهم 25، طب احنا هنجيبهم ازاي؟ انا بقول كده للناس في مصر عشان تقول ايه انت ده ايه ده، هو ثبت كل الميه اللي هتجي لك. ومش بس كده، هو كل المشروعات اللي بتتعمل للمعالجه احنا وصلنا للحد الاقصى. يمكن حد يقول ايه، طب ما اللي احنا شايفينه في العاصمه ده ايه؟ لا، دي المياه دي بتاعت محطة المعالجة اللي موجودة على طريق السخنة، اسمها يا دكتور؟ ها؟ مش كده؟ المحطة دي المياه دي كانت مياه يعني بتتعالج وتتعمل لها شبكة للقاهرة الجديدة وللعاصمة. دي مش مياه ايه؟ مش مياه صالحة خالص. بنعملها معالجة عشان تبقى صالحة للزراعات اللي هي الحدائق وكلام من هذا القبيل عشان نستفيد منها، يعني يبقى في بهجة لينا. لكن تاني بقول، يبقى النهاردة تثبيت عدد السكان يا دكتورة هالة، لما انت قلت لي انا بتمنى 1.6، قلت لك يا دكتورة احنا عايزين 400. طب انا النهاردة مش انا احنا اتفضل استريح حضرتك. النهاردة نقول ان الدولة المصرية بالعدد والنمو السكاني القائم دلوقتي والمستمر بالطريقة دي هيبقى محتاج حجم مية قد المية اللي بتجي له دلوقتي، طب هيعمل ايه؟ واحنا عارفين ان لو انا حبيت اعمل محطات تحلية انا هنا بتكلم في مية شرب، مش بتكلم في زراعة يعني. فلو النهاردة بنقول لو انا هعمل محطات تحلية للمليون اللي هم مليار متر مية، يكلفوني كام يا دكتور؟ يعني عايز كام؟ المتر المكعب عايز 1000، يعني 1000 مليار ولا ايه؟ ها؟ ارقام ضخمه جدا جدا جدا، مش موجوده ومش هتبقى، مش موجوده ومش هتبقى. يبقى اذا لما نيجي نتكلم على ان احنا اهالينا اللي بيزرعوا ونقول يا جماعه ان انت استخدم الميه استخدام رشيد، ده موضوع يعني اللي عايز يعمل عمل يقرب بيه من ربنا يحرص عليه، لان الميه دي هتساهم في حياه الاخرين. ولما بتكلم على الجزء البسيط بتاع الصعيد ال 350 الف فدان اللي تلته هيتوفر من 12 13 الف متر في السنه للفدان الواحد في ال 350 الف، عشان تتاخد تروح فين يا دكتور مصطفى؟ تروح في حته تانية، عشان المحطات المعالجه اللي بنعملها في بحر البقر والحمام والمحسمه واي حته تانية نقدر نعمل فيها. النهارده لو اوزيريس كان هو بيعرض امبارح كان بيتكلم على 3000 محطه معالجه. ها؟ ليه؟ عشان نستخدم الميه دي. المعالجه كانت دايما يا ثنائيه او اوليه، وكانت تترمي في الخيران. احنا قلنا من 7 8 سنين لن نسمح الا بمعالجه ثلاثيه متطوره، وبدانا برنامج من 7 سنين ب 300 مليار جنيه. انا بقول كلام وخلصنا. طب فاضل ايه تاني؟ ما بقاش عندي حاجه تانية اقدر اعملها، مش انا، الدوله المصريه ما عندهاش حاجه تانية تعملها للميه.